طيب هنا بنطرح سؤال واحنا داخلين على ملف التحكيم، واحنا بنتكلم في الدوري العام بشكل عام في ايجابيات وفي سلبيات، هل عنصر التحكيم يعتبر من ابرز السلبيات فيما يحدث في الفتره الاخيره؟ طبعا. بمعنى انه اصلا انت افقدت اغلب الحكام الثقه في انفسهم، لدرجه ان في حكم قال حسبي الله ونعم الوكيل، هو احمد حسام اعتقد طه، احمد حسام طه احد الحكام المساعدين، لانه راجل عنده مثلا سي في او سيره ذاتيه بتقول معاه كذا بطوله مش عارف ايه، مؤهل ايه، راح النخبه ايه، مش موجود في كاس الامم وما راحش، واحد تاني ما راحش اصلا، مش عنده نصهم ما راحش اصلا ولقى نفسه موجود، حدش بقى يطلع يتحزلق علينا يقول اصل هناك معايير، معايير ايه؟ معايير ايه؟ ثم عندما تختار حكم اجنبي لا تاتي بحكم اجنبي يعطي قيمه مضافه يا اخي للتحكيم المصري، لا تاتي بحكم اجنبي الحكام تبقى عايزه تروح تتصور معاه، انا مش بهزر ده بجد، زي ما بتيجي فرق عالميه كده لما تستقطبها مثلا منتخبنا او النادي الاهلي او نادي الزمالك في فترات، لا تلاقي نجومك مهما كان بيحبوا الصوره التذكاريه معاهم، لا رغم ان دول بقى متنافسين، انما في الاخر لانهم سوبر نجوم، مش بس نجوم، سوبر نجوم، وبالتالي فليحدثونا يعني عن حكايه القطيعه مع المانيا وانجلترا وفرنسا واسبانيا وايطاليا، فليحدثونا عنها يعني، وحتى لما تكلمنا عن الخمسه دول هات لي اول واحد او الثاني او الثالث في اقصى تقدير. من لجنه حكام بتاعته هي اللي ماضيه، مش احنا نقول لبعض، لجنه الحكام مطلع لك رانك ان ده واحد من الثلاثه الكبار في البيك فايف او الخمس دوريات الكبيره، كمان مش اي واحد عابر سبيل كده، لا خالص ما ينفعش معانا. طب هنا مش في تضارب في الافكار نفسها والازدواجيه في القرار؟ بمعنى انا كاتحاد كره القدم معني بتطوير اللعبه وتطوير الفرق واللاعبين والمنتخبات، والعنصر الاهم بالنسبه لي كتابع لاتحاد كره القدم عنصر الحكام. انا منين كمسؤول عن اللعبه ما بثقش في الحكم وبديله المباريات عشان يديرها في جدول المقدمه كمسابقه للدوري العام، وان هو يبقى ليه دور كحكم بيدير مباريات فيها تنافس على بطل الدوري، وفي نفس الوقت بديله القدره دي على مباريات فيها تنافس على الهبوط وهو قرار واداره مباريات قد تكون اصعب من مباريات المقدمه. الازدواجيه في المعيار، انا فوق بجيب حكام اجانب، تحت في صراع الهبوط بجيب حكام مصريين، الازدواجيه ازاي بديله الثقه تحت وبسحبها منه فوق؟ لان انت غير قادر على مواجهه اللي حاصل حواليك، انت غير قادر على التحديث من اساسه. انا لو برضو قدر ليا اكون رئيس لجنه الحكام، انا لازم اجيب واحد من افضل من يديروا لجان الحكام في العالم يقعد هنا 6 اشهر، مش يجي يوم ويمشي، مش 3 محاضرات ويمشي، يقعد هنا 6 اشهر في محل رئيس اللجنه، يعني مش هيحصل اي حاجه. هو ده التطوير، ان اجيب خبير اجنبي مش اجيب حكم اجنبي. بالظبط. ويقعد بقى هنا عشان يجلي ويشنف اذان الحكام المصريين، ويخرج منها بقى الدود بتاع بر الامان، يا ابني مش عايزين مشاكل، يا ابني ربنا يستر، يا ابني بقول لك ايه، لا 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 لا، هذه المصطلحات انتهت وعفى عليها الزمن، ومن ثم لا لازم نحط كل حد امام مقدراته، لكن الاعلام عليه ان يكون اكثر حرص الحقيقه، بمعنى احنا داخلين على امم افريقيا، جلد يعني المخطئ، لانه مش جلد الذات، يعني ربما الناس كانت بتتقاول جلد الذات، لا ده مش جلد الذات، احنا فعلا من سيء الى اسوأ في اخطر منظومه في كره القدم. ده حقيقي. رغم ان العنصر الانساني فيها رائع، مجتهدين محترمين الامانه يعني، لكن مش مثقفين، لكن مش قادرين يحتملوا ما يحدث معهم، والكل لا يستطيع ان يتحدث، لانه لو اتكلم هيسكتوه خالص عن التحكيم، مش هيسكتوه عن الكلام، لا احد يستطيع ان يخرس احد، لكن هيسكتوه عن التحكيم، وبالتالي مش هيدفع الثمن لوحده. اذا هيبقى دور الاعلام ما بعد الموسم وامم افريقيا ان شاء الله، لازم نطالب بنسخه زي اللي هنشوفها، لكن المشاهد التي نراها زي هذا الجنبي وغيره 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 غير مسموح، وهم سيظلوا ضيوف يعني تقال علينا الحقيقه. فعلا يجب فعلا مقاومه وجودهم على الاقل في اختيارنا، يعني اذا كنا لا نستطيع مواجهتهم اذا كان منتخب مصر او كذا، لكن على الاقل لما يبقى الحكايه فري وانا بشتري هدوم لي انا، مش جايالي يعني هبه، لا ما اشتريش انا الصنف ده خالص ولا ينفع معايا. ده الاجدى للتحكيم المصري يا استاذ.
طيب بمناسبه التحكيم المصري، يمكن زملائي في الاعداد سمعوني وانا بكلمك على فكره انت اتحاد كره القدم كاتحاد كره القدم بتثق في الحكم في مباريات الهبوط وما بتثقش فيه في مباريات المقدمه، فوجهه النظر اللي اقيلت مثلا او اقيلت في هذا التوقيت العنصر المادي، الانديه مثلا تحت في موضوع الهبوط ما فيش فلوس مثلا موفره ليها عشان تقدر تستخدم طاقم تحكيم اجنبي بما يقدر بحوالي 25,000 دولار، لكن انا طبعا هرد بمثال مباراه المصري والاهلي القادمه رغم انها مباراه النادي الاهلي لكن ما بقاش مقياس خلاص السنه دي. المصري اللي بيطلب بيجي، المصري طلب طاقم تحكيم اجنبي وسدد المبلغ 25,000 دولار حسب ما سمعنا خلال الايام السابقه، لكن في نفس الوقت كانت في ازمه ماليه وكانت مباراه الزمالك والمصري مش هتذاع مباشره بسبب موضوع الازمات الماليه، يبقى هي قصه مش موضوع ازمه ماليه في انديه الهبوط او انديه المقدمه. لا هي اي كلام عشان بس نجيب من الاخر بالظبط، لما تطرح سؤال فبتجي لك اي اجابه، تقول له من يفوز بكأس مصر الموسم بعد القادم، بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة السيدة زينب، مش طنطا مثلا فتلاقيه اسم نادي، لا السيدة زينب. هو العنصر المادي ملوش علاقة على فكرة بفكرة إدارة المادي. مادي مين يا عم؟ كرة القدم صناعة تكسب كثيرا، صناعة تستطيع أن تغدق على من يديرها وأن تغدق على كل العاملين عليها، ومن ثم لا أعتقد أن ده كلام يناسب المحروسة العظيمة دي في العام 2019 مع عنوان وانا بقول لهم اهو اسمه مصر الجديده يعمل عليها القاصي والداني من اول راس الدوله لاصغر واحدث مولدها من 2013 وقعنا وثيقه السير للامام يا صديقي العزيز. اوعى حد يحاول يحط الخشبه في العجله، مش هنسمح، حتى لو كان بدات حاجات كده ترتطم بالسلوك هنواجهها، لكن لها اوانها.